Là. D'accord, غادي نعاود نصيفطهم إن شاء الله، داكور. غادي نخدمو كلشي إن شاء الله، غير بشوية بشوية، كل حاجة غادي نعطيو وقتها. دونك لي زامي، لو شوماج شنا هو؟ هو تو سامبلومون ان ديزيكيليبر اونتخ لوفخ دو ترافاي اي لا دوموند دو ترافاي. شكون هو اللي كيدير لوفخ دو ترافاي؟ هو لي ميناج كيمشيو كيخدمو، دونك هما اللي كيعطيو لوفخ. شكون اللي كيدير لا دوموند دو ترافاي؟ هما لي زونتربريز، لي ادمينستراسيون بوبليك و لي بنك. اوكي، بالنسبه لو شومور هو توت بيرسون اللي عندها 15 عام الفوق وكيشيرش ان امبلوا، يعني عنده لا كاباسيتي باش يخدم ولكن مازال ما لقاش خدمه. هذا هو الديفينيسيون ديال ان شومور. بالنسبه لي تيب دو شوماج اللي خصني نعقل عليهم مزيان، اول حاجه لو شوماج كونجونكتوريل. لو شوماج كونجونكتوريل هو فاش كتكون لاكتيفيتي ايكونوميك غادا مزيان حتى كتجي لا كريز. فحال دابا اكشوالمون دابا كنعيشو ان شوماج كونجونكتوريل ا كوز دو كورونا فيروس. داكور، بالنسبة لو دوزيام تيب دو شوماج اللي تا هو كيتحط بزاف هو لو شوماج تكنولوجيك. لو شوماج تكنولوجيك هو فاش كنعوضو لا مان دوفر، يعني ليتر هومان كنعوضو بلا ماشين. علاش كنعوضو بلا ماشين؟ لان لا ماشين الي بلو بروديكتيف كو لومان. لا ماشين ما كتعياش، ما كتحبش، تقدر تبقى خدامه 24 ساعه ما كتحبش. دوكو لي زونتربريز خصوصا لي زونتربريز اندستريال كي انفيستيو الفلوس ديالهم في لي ماشين، لي غروند ماشين دو برودكسيون، كيخسروا فلوس ولكن كيربحوا في لا كونتيتي دو برودكسيون. يعني لا كونتيتي دو برودكسيون كطلع ولا كاليتي كطلع. كاين عاوتاني لو شوماج فولونتير، وهذا هو لو شوماج اللي كيتميز به المغرب. تو سامبلومون كنلقاو بزاف ديال الدراري عندهم سوا كيكون عندهم مثلا الماستر، داكور. دونك الاغلبيه فيهم فاش كيتعرض عليهم اون اوفر دو ترافاي، اون اوبورتونيتي بلوتو دو ترافاي، مثلا بواحد لو سالير ديال 3000 درهم، ما كيقبلوش. كيقول لك لا، انا خدمت وقريت وضربت تماره باش في الاخر يعطوني 3000 درهم. دونك هنا لي زوبورتونيتي دو ترافاي كاينين، ولكن لي جون ديبلومي هما ما كيبغيوش يخدموا. دونك هذا كنسميوه ان شوماج فولونتير. راه دون تو لي كا هاد لابارتي هادي غادي نصيفط عليكم، غادي تبقى عندكم باش كوم سا تعاودوا ترجعوا لهادشي من بعد. اوكي، دابا خصني نعرف لا بوبولاسيون توتال مناش كتكون. لا بوبولاسيون توتال كتكون راه هما هادو لي تيب لي قلت دابا. كاين لو شوماج كونجونكتوريل، لو شوماج فولونتير و لو شوماج تكنولوجيك. دونك بالنسبه لا بوبولاسيون توتال كتكون مجوج ديال لي بوبولاسيون، كاينه لا بوبولاسيون اكتيف و بوبولاسيون اناكتيف. لا بوبولاسيون اكتيف كتكون من لا بوبولاسيون اكتيف اوكوبي، سيتادير لي بيرسون كي اون لا كاباسيتي اي كي اوكوب ان بوست، يعني خدامين. و لا بوبولاسيون اكتيف اون شوماج هما لا بوبولاسيون qui ont la capacité de travail, mais qui sont en chômage, yani, mais en dommage خدمة. بالنسبة la population inactive, il y a la population qui a la capacité ou qui a tout simplement la capacité de travail. فحال مثلا les femmes au foyer, les anciens combattants, les handicapés ou les malades mentaux. هاد الناس هادو كاملين ما عندهمش القدرة باش يخدموا لأن كيكونوا عندهم عجز سواء في الصحة ديالهم سواء في لاج ديالهم. داكوغ،
دونك لا فورمول اللي كتحط بزاف الوطني هي لو طو دو شوماج. شنو كيساوي لو طو دو شوماج اولا شنو بالضبط كنبغيو نعرفو من لو طو دو شوماج؟ لو طو دو شوماج كنبغيو نعرفو تو سامبلومون لا بار ديال لي شومور دون لا بوبولاسيون اكتيف. يعني كنبغيو نعرفو لو بورسونتاج ديال شحال من واحد اون شوماج parmi les gens qui ont une capacité de travail. Donc, la formule que tu as dit, le taux de chômage est égal à la population active non occupée et les chômeurs, divisé à la population active âgée de 15 ans et plus fois 100. Donc, le taux qui est sorti, il est sorti à 9%. Quand on dit qu'il y a 10% de la population âgée de 15 ans et plus est en chômage, bien sûr au Maroc. Au Maroc, en 2019, 10% de la population âgée de 15 ans et plus est en chômage. Le deuxième taux est le taux d'activité. Donc, à l'axe, comme on a dit, شحال ديال الناس اللي اون اكتيفيتي اللي خدامين بارابور لا بوبولاسيون توتال كامله. داك لو بورسونتاج اللي خرج ليا شنو كنقول؟ كنقول بان باغ اكزومبل 30% ريبريزونت اولا كنقولوا 30% de la population totale et en activité. Où est-ce que tu as le taux d'inactivité? Le taux d'inactivité, c'est où le taux de chômage, tout simplement. Normalement, ما كيناش فورمول سميتها لو طو دين اكتيفيتي، ما كيناش نهائيا. اوكي، بالنسبه لكاركتيرستيك دو شوماج او ماروك، هادو خصهم يتحفظوا، خصهم يكونوا مفهومين وباينين. اول كاركتيرستيك سي كو لو شوماج توش لا بوبولاسيون، توش بلوس لا بوبولاسيون اجي دو 15 ans et plus. يعني لا بوبولاسيون اللي عندها من 15 عام الفوق هي اللي كتكون بلي توشي بار لو شوماج. لي فام سون توشي بلوس كو لي زون، لي ديبلومي سون توشي بلوس كو لي نون ديبلومي. و لو شوماج اوربان اي بلو توشي كو لو شوماج رورال. يعني لو شوماج يل توش المجال الحضاري اكثر من المجال القروي. هادي شي حاجة لي لوجيك بيان سور. ما غاديش نقولو اي اكتيف، مي غادي نقولو اي اون اكتيفيتي. تقدر تعاود الاولى سيل دو بلي؟ شنو هي الاولى بالضبط؟ الاولى زعما لي كاركتيرستيك. لو شوماج توش بلوس لا ترونش داج اونتر 15 ans et plus. دابا غادي نعرفو شنو هما لي كوز و لي كونسيكونس. دونك هنا خاصني نعرف شويه لي تيوري اللي عندي. كوم دابيتود اي درس فيه لابروش كلاسيك ولا لابروش كينيزيان. بالنسبه لابروش كلاسيك او لي كلاسيك شنو كيقولوا؟ كيقولوا بان لو شوماج ايلي فولونتير، لو شوماج ايلي ا لون تيرم، و ليكونومي اي توجور ان سيتوياسيون دو بلان امبلوا. سيتادير بالنسبه لي كلاسيك le chômage qui compte qu'il
بالنسبة لهم شنو هما الحوايج اللي كيخليو أن لو شوماج يطلع؟ هو تو سامبلومون ليكزيستونس ديال لي سانديكا. شنو هما لي سانديكا؟ لي سانديكا هما النقابات. دابا نورمالمون نيمبورت كيل سيكتور اولا نيمبورت كيل اونتربريز كتكون عندها النقابة ديالها. النقابة هي اللي كتمثل لي سالاري، هي اللي كتمثل لي سالاري اولا لي زوفريي اون فاس دو باترون دو بي دي جي اولا دو ديريكتور دو لونتربريز. وي اصلا النص ديال ليكونومي راه كيقول لك ديجاجي دي دوكيومون، يعني هادي اللي حاجه زوينه في ليكونومي. وبالنسبه للكينيزيان شنو كيقول لك؟ كيقول لك ليكونومي اي توجور اون شوماج، يعني لو شوماج ديما كيكون طالع، كيكون اكور تيرم وكيكون انفولونتير. بالنسبه لهم لا كوز برينسيبال ديال لو شوماج هي لا بيس دو لا دوموند دي بيان اي سيرفيس. فاش كتكون لا بيس ديال لا دوموند اوتوماتيكمون لو شوماج كيطلع، لان ما كتكونش لا دوموند ما كتكونش لا برودكسيون، دونك اوتوماتيكمون ليسونسيمون با دانفستيسمون، وهادشي اللي كيعطيني لو شوماج. بالنسبة للابخوش كيقول لك جبدها من الدوكيومون، يعني كيقول لك مثلا كيقول لك هاد لو دوكيومون واش كيهضر على لابخوش كينيزيان ولا لابخوش دي كلاسيك. لو سميك اي لو سماك، لو سميك هو لو سالير مينيموم جينيرال و لو سماك هو لو سالير ماكسيموم جينيرال. بالنسبه للمغرب لو سميك ايت ا بو بري اونتر 2400 و 2500 درهم. وي شوف ديما ديروا في بالكم واحد الحاجه، لي كلاسيك كيشرقوا و لي كينيزيان كيغربوا، ديما هاد القضيه هادي، لان لي زيكونوميست ماشي كاملين فحال فحال، كل واحد و لا تيوري اللي كيعطينا، وكل واحد وكيفاش كيشوف كيشوف النظريه ديالو احسن من النظريه ديال لي زوتر ايكونوميست. بالنسبه لي زوتر كوز ديال لو شوماج من غير لي كينيزيان و لي كلاسيك، اول حاجه سي لوغمونطاسيون دو لا بوبولاسيون اكتيف، سي تادير عدد الولادات كيكون عندي بزاف. ثاني حاجه لا كونكورونس انترناسيونال. علاش لا كونكورونس انترناسيونال؟ حيت فاش كيجيو فاش لي زونتربريز اترونجير كينافسو لي زونتربريز ماروكان، اوتوماتيكمون لي زيكسبورطاسيون ديالنا كيهبطو، لا برودكسيون ديالنا كتهبط، دوكو لي زونتربريز لي ما كيقدوش يبيعو لي برودوي ديالهم برا كيكونوا اوبليجي باش يجريو على الناس، دونك كنطيحو في لو شوماج. ثالث حاجة لا ديلوكاليزاسيون. شنو كتعني لا ديلوكاليزاسيون؟ هي مثلا فاش اون اونتربريز كتكون حالة الشركة ديالها في المغرب اي ابخي كتهز الرحيل ديالها وكتمشي لميريكان، هادي كتسمى لا ديلوكاليزاسيون، يعني كتمشي تحل مثلا الوزينات ديالها في مدينة اخرى او لا في قارة اخرى. دوكو هذيك لو بي او هذيك المدينه تو سامبلومون كيطلع فيها الشوماج، لان الوزينات كيسدو وكيهزو ديك لا مان دوفر كيديوها بلاصه اخرى. واش دابا كيتسمع مزيان؟ وقولوا لي شنو هي لا بارتي اللي خصني نعاود.
اوكي okay, غادي نعاود لي زوتر كوز دو شوماج. بالنسبه لي كوز ما تحفظهمش كاملين حيت ديجا كيقول لك ديغاجي دي دوكيومون داكور. دونك بالنسبه لي كوز نحاولوا نشدو غير ثلاثه. اول وحده لوغمونطاسيون دو لا بوبولاسيون اكتيف سيتادير لوغمونطاسيون ديال لو نومبر ديال les naissances, les aides de l'Ouïladage qui t'aident. La concurrence internationale. Il y a fait une entreprise étrangère qui dit qu'elle neuf les entreprises marocaines, du coup, qu'elle reste la production d'elle ou qu'elle offre le chômage. Il y en a qui sont obligés de s'y gérer. Le SMIG et le SMAG, le SMIG est le salaire minimum. C'est-à-dire, بالنسبة لنا في المغرب, le salaire minimum اللي كيقدر يتخلص شي واحد زعما خدام هو تقريبا 2400. Le salaire maximum هو le plafond des salaires. يعني le plafond, l'axe des salaires minimum. La cause الثالثة هي la délocalisation. La délocalisation هي فاش une entreprise كتحول من le pays mère كتمشي لأن autre pays. اللي كتكون فيه لا مان دوفر رخيصه يعني كيكونوا فيه لي سالير هابين. دوكو البلاد ديالها كتاثر بلو شوماج لان ما غاديش يبقاو الناس خدامين. وكنطيحوا في لو شوماج. راه سي بون راني عاودت لي كوز. Augmentation de la population active, la concurrence internationale et la délocalisation. Il y a une adéquation entre l'offre et la demande de travail. C'est-à-dire que sort des choses, mais cache les diplômes ou les compétences nécessaires, les cadres de l'offre, les opportunités, les cadres de l'offre. Vous avez dit محتاجة des ingénieurs وفاش كتجي تقلب في لو مارشي ترافاي كتلقى عندها غير الناس مثلا عندهم ليسونس في التربية الإسلامية الدراسات الإسلامية. هادي هي لينادكواسيون entre l'offre et la demande. La délocalisation هي tout simplement le changement de local. ماكدونالد كان حال في ميريكان سد الحوانت ديالو في امريكان ومشى حل في المغرب. هادي هي لا ديلوكاليزاسيون. ندوزو لي كونسيكونس. بالنسبه لي كونسيكونس دي شوماج كاين جوج ديال لي بلون. كاين لو بلون انديفيديوال سيتادير سوسيال وكاين لو بلون سوسيو ايكونوميك. سور لو بلون انديفيديوال اوتوماتيكمون فاش الانسان كيخرج من الخدمه اولا كيجريو عليه من الخدمه il perd le revenu يعني كيفقد داك السالير ديالو. دونك فاش غادي يفقد السالير ديالو اوتوماتيكمون غادي يولي فقير لان ما غاديش يبقى عنده السالير باش يلبي الرغبات ديالو اولا الاحتياجات اليوميه ديالو. دونك كنطيحو في لا بوفرتي في ليكسكلوزيون سوسيال. Exactement, la pauvreté. Donc, il y a une perte de revenus, pauvreté. Sur le plan individuel. Sur le plan socio-économique, il y a un gaspillage de ressources. Il y a un gaspillage de ressources. Ou tout simplement, que tu connais la population active, il y a beaucoup de jeunes, mais الاكثريه فيهم ما خدامينش. دونك هذا كيتسمى غاسبياج يعني بحال لا كنضيعوا لي ريسورس اون مان دوفر. ثاني حاجه لا بيرت دو بوفوار داشا. فاش كنفقدوا السالير ما كيبقاش عندي القدره الشرائيه دونك بيس دو لا دوموند ما عنديش باش غادي نشري اوتوماتيكمون لا دوموند غادي تهبط في المغرب. وعاد كيتزادونا دوطخ فينومين فحال لا كريميناليتي لو فيول اتسيتيرا.
Donc, adoma les conséquences dès le chômage. Voilà, ressources humaines. Donc, est-ce qu'il y a le chômage? Donc, d'abord, là, les exercices, l'inflation ou le chômage. Avant de s'aller, oralement les solutions pour lutter contre le chômage. Donc, en situation de chômage, elle encourage les entreprises. Donc, encourager les entreprises à travers la baisse des impôts. Et ne cachez pas les impôts. Politique budgétaire, Inch'Allah. Encourager les investissements directs à l'étranger. Je nomme les investissements directs à l'étranger. Roma, les investisseurs étrangers, ils ont 7 millions de charges, qui viennent en bras, ou qui jouent, qui se sont dans le Maghreb, qui ont les charges qui sont dans le Maghreb, ou qui ont les charges. Du coup, quand il y a la demande, quand il y a le pouvoir d'achat, automatiquement, كترجع ليا لا كروسونس ايكونوميك. ثالث حاجه الابوري دي بروغرام ايكونوميك سوسيو ايكونوميك بحال مثلا لي بروغرام اللي دارت الدوله هادي تقريبا واحد 5 سنين فيهم تشالنجر مقاولاتي لو بروغرام اللي داروا هاد العام قبل ما تبدا كورونا فيروس كانت الدوله دارت واحد البروغرام ديال لو فينانسمون ديال les jeunes porteurs de projets. Hada taw wahed le programme li kan ghadi mzyan w kan ghadi yhayedna bzaf dial chomage f Maghreb. Oui, exactement. Normalement hada le programme li dart dawla moakharan huwa annaha sa dart wahed sandouq pour financer les très petites et moyennes entreprises à hauteur de 1 200 000 dirhams le واحد. يعني اي واحد كان عنده ان بروجي باغي يدير ان بروجي اللي غادي يطلع به الاقتصاد ديال الدوله فاوتوماتيكمون الدوله كتعطيه كريدي وكتضمنه. يعني الدوله هي لو غارون كتضمنه وغادي يرجع لها الفلوس على 5 سنين. اول سوليسيون هي انكوراجي les investissements, encourager les entreprises à travers la baisse des impôts. C'est la première chose. Gaspillage, c'est ce que tu dis en arabe. Gaspillage, c'est ce que tu dis, les ressources, quand tu dis les taqas des chabab. Parce qu'un a 25 ans, وما خدامش راه فحال لك تضيع ديك الطاقه حيتاش ما بين 25 عام و 40 عام انسان كيكون عنده واحد الجهد خارق دوكو كيكون بلي بروديكتيف كو لي جون اللي عندهم اكثر من 40 عام. مسيو كاين حتى هذاك البروغرام ديال لي زيتيديون باش يخرجوا ما يطيحوش في الشوماج. جي با كومبري. بالنسبه لي بروغرام لي معروفين كاينه مقاولاتي اللي معروفه بزاف كانت دارت في المغرب هذه واحد 5 سنين كيعطيو الناس دي ميكرو كريدي يعني كيعطيو كريدي تقريبا ديال ما بين مليون ونص حتى لجوج المليون ونص وكدير مشروع ديالك مثلا غادي دير شي بيعه وشراء اولا مثلا غادي تحل شي حانوت ديالك مثلا تبيع لي تيليفون تبيع اللعيبات المهم دار المقاول اون كولابوراسيون افيك بليزيور بنك في المغرب. لي زامي لا ريونيون غتسالي دابا دونك عافاكم خرجوا دابا وعاودوا دخلوا باش نبداو في لي زيكزارسيس ديال لانفلاسيون اي لو شوماج.